المراهقين والقوانين المدرسية أحد المشاكل والمعوقات اللي يواجهونها اليوم المعلمين وأيضا المراهقين، والعكس أكيد فيما يتعلق بالنسبة لهذا الجانب. الكثير من الأمور منها القوانين المدرسية مشكلة يواجهها المراهق مع المدرسة. نعم، للحديث حول هذا الموضوع نلتقي اليوم بالأستاذة أنوار الحمد، المرشد النفسي والاجتماعي. مساك الله بالخير وحياك الله ومشكورة على قبول الدعوة. مساء النور، وأنا أكيد سعيدة في هذا اللقاء. أكيد الموضوع وايد مهم خصوصا في أول مرحلة دراسية الحين. نعم. الكل متوتر. صح. نعم، في البداية خلنا يعني نعرف شنو علاقة المراهق بالمدرسة وشنو تعني للمدرسة. لما نتكلم عن المراهق والمدرسة، البعض يعتبر أن علاقته بالمدرسة إيجابية. نعم. ولما نقول البعض يمكن الأغلب، لأن أقرانه واللي بعمره واللي يشاركونه كل اهتماماته والأشياء اللي يحبها يكونون معه في المدرسة. ولكن نقول الطالب دائما يقول لك أنا في مناقصات تصير لي داخل المدرسة، كنقول معلم أحيانا، أحيانا يكون مدير مدرسة، أحيانا طريقة التعامل، الضغوطات الدراسية. فنقول هو إيجابي، ولكن نقول بعض الحالات أكيد يكون بالنسبة لهم سلبي. نعم. يعني احنا دائما نشوف المشاكل يمكن تصير بالنسبة حق المراهقين في المرحلة الانتقالية من الابتدائي إلى المتوسط، من المتوسط للثانوي. دائما أول سنة تكون بالنسبة لهم أصعب سنة، فيها يمكن بعض المشاكل. فبالتالي اليوم إذا بنعرف من أهم المشاكل اللي تواجه المراهق في المدرسة، أول شيء شوي نتكلم عن مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة هي مرحلة انتقالية ما بين الطفولة ومرحلة الرشد. نعم. فالإنسان هنا بهالمرحلة يكتشف ذاته، يكتشف هواياته، يبي يثبت شخصيته، يبي يقول أنا موجود. فهني يمارس بعض السلوكيات. نقول نشوف لما أي شخص يمارس سلوك نقول سيء، شو نقول هذا شو فيه مراهق؟ فنقول تصرفاته انفعالية، اندفاعية، مو قادر أنه يضبط نفسه في بعض السلوكيات. صحيح. يكون أحيانا حساس على حسب المراهق والمراهقة اللي يمر فيها. فهني تفهم المدرسة حق هذا الوضع أن هم في تمرد على السلطة، أيضا تفهم المدرسة حق هذه المرحلة اللي في يمر فيها المراهق هذا جدا مهم. فمن أبرز المشاكل اللي يمر فيها أحيانا الانطواء والانعزال، والبعض لا يكون اجتماعي، يبي يقول أنا موجود في المدرسة فيمارس بعض السلوكيات السيئة، العدوان، التنمر، الشللية، العناد، أحيانا حتى ندش في مرحلة يعني شيء يعني جدا خطير وهو المخدرات إلى آخر مشاكل سلوكية. فكله يرجع حق نقول وين المرحلة الأولى اللي مر فيها، تربيته، المنزل، التعامل المعلمين معه وردود أفعاله، تعامل المدرسة معه. هل أستاذ أنوار، هل يعني هذا العمر والتغير في العمر يأثر على دراسة المراهقين؟ طبيعي أكيد يأثر على دراسة، لأن بالنهاية نشوف في بعض المراهقين عندهم أولوية الصداقة والوناسة، فيروحون المدرسة حتى نشوف في شكلهم يهتمون بالشكل والشعر بالنسبة حق البنات، والشباب بقوتهم وإظهار يعني أهميته كرجل هني، وإن عنده سلطة وإن أنا عندي رأي. شوف شلون مثلا أخلي المعلم إنه هو اللي يستجيب لي، أنا ما استجيب له. نعم. والبنات كذلك يعني عندهم هذا التمرد. فنقول تفهم هذه المرحلة والدور اللي يقوم فيه كل شخص في المدرسة. نعم. هني الخلل، هني اللي نعاني منه في كثير من المدارس. دور الأخصائي النفسي، دور الأخصائي الاجتماعي، المدير دوره قيادي، دوره مو أنه يدخل ويتعامل مع الطلبة بشكل مباشر في أقل مشكلة. الشخصنة، نرد على أكبر مشكلة تواجه الطلاب أو مرحلة المراهقة سواء مع الوالدين أو في المدرسة، الشخصنة. يعني مثلا ما تحترمني، نشوف وايد يعني الفاظ يصير بين المعلم وبين الطالب، والله أنت ما تهمني، أنت ما تحترمني، أنت ليش تسوي معي كذي؟ فيصير موضوع شخصي، يعني ما يصير الموضوع أنه هذا مراهق قاعد يقوم بسلوك. أنا يعني لازم يكون عند المعلم ردة فعل، هذا أمر طبيعي، ولازم يكون في ثواب في عقاب، ولكن ما شخصنها. نعم، هذا يتوقع من أهم الأشياء اللي تكون موجودة اليوم. وشيء المهم والأساسي أنه هو اللي أشوفه علاقة المعلم بالطالب بغض النظر عن الإدارة وعن الأخصائي النفسي، لكن دام علاقة المعلم بالطالب تكون صحيحة وايد تصير نقدر نقول تغاضى عن مشاكل كثيرة. لكن بالنسبة حق القوانين اليوم، البعض يعتبرها أن هي سبب من الأسباب أنه يصير في مشاكل بالنسبة للمراهقين في المدرسة. فهل كثرة القوانين في المدرسة ممكن تؤدي إلى هذه المشاكل؟ يمكن لما نتكلم عن القوانين، يمكن القوانين يعني لما وضعت القوانين منطقية ومدروسة، ولكن رد على طريقة تطبيقها، طريقة يعني توصيل القانون حق الطالب نفسه.
مثل ما اشوف في بعض المدارس او اغلب المدارس في مجلس الطالبات او مجلس الطلاب. صحيح. هذا شيء جدا ايجابي، ولكن احنا شلون نختار هذه الكوكبه من المدرسه؟ ندور المتميزين ونحطهم، هذا الأساس متميزين ما يحتاجون إلى إبرازهم، هم أصلا قياديين. وإحنا نقول بالعكس، نختار الشخصيات اللي تحتاج إلى تطوير شخصياتها فنحطها في هذا المكان ونساعدها على بناء مهاراتها. لما نخلي الطالب نفسه لدور في المدرسة ولمسؤولية، أكيد هني راح يبدي هو يشارك في هذه المسؤولية حتى في العقوبات. فهو يحس لما يشارك بالعقوبة يقول والله أنا اللي حطيت العقوبة فأنا أتحملها. بس لما يكون اسلوب الترهيب، اسلوب الصراخ، اسلوب اللي من البدايه يعني عشان اضبطهم لازم اصرخ عليهم. نعم. ابسط مشكله احيانا ياخذون الطالب للمدير، زي المدير مهامه وايد اكبر. مهامه مع المنطقه التعليميه، المهام مع المعلمين، لازم يصير في تدرج بالنسبه وكل واحد يقوم بدوره. احيانا ما يحتاج اصلا تدخل حتى المدرس نفسه. لما الطالب يسوي سلوك غير لائق في الصف، نعم، هو يوصله حق الأخصائي النفسي أو الاجتماعي وهو يقوم بدوره. صحيح. فهذا جدا مهم، هذا التدرج وعدم الشخصنة والتعامل مع الطالب بالطريقة الصحيحة. صحيح. فالمشكلة مو بالقوانين، طريقة تطبيقها وشخصنتها. صحيح. يعني لازم نكون حذرين في هذا العمر وهذه المرحلة الانتقالية من العمر عمر المراهقة. أستاذة أنوار الحمد، كل الشكر لك، مشكورة المرشدة النفسية والاجتماعية على المشاركة معنا اليوم وحضورك معنا في مساء الخير الكويت. شكرا لكم واستمتعت باللقاء. طبعا مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم، جدا استمتعنا بوجود ضيوفنا وكل المعلومات اللي قدمناها لكم، وإن شاء الله نشوفكم على خير مع حلقة جديدة متميزة من برنامج مساء الخير يا كويت. في أمان الله.